البيان إلى الرأي العام، الإنسان من أعظم المخلوقات على وجه الأرض، وحقوقه مصانة سواء من القوانين الإلهية أو قوانين حقوق الإنسان الأرضية. فميثاق الأمم المتحدة يصون حقوق الأفراد والجماعات والشعوب على أرضها، ولكن ما حدث في 20/1/2018 من قبل دولة الاحتلال التركية وفصائلها الجهادية كانت ضد كل هذه القوانين الربانية وحقوق الإنسان. ففي التاريخ المذكور قامت دولة الاحتلال التركية مصطحبة معها مجموعات من بقايا التنظيم الإرهابي داعش وشقيقاتها، والتي تصنف على لوائح الإرهاب العالمية بشان هجمة شرسة مستخدمة شتى أنواع الأسلحة المتطورة والأسلحة المحرمة دوليا على أقليم عفرين في الشمال السوري، والتي كانت طيلة الأزمة السورية مقصدا لكل مكونات سوريا. فبغض النظر عن سكانها الكرد الأصليين، قد حوت حوالي 400,000 مهجر من كامل الجغرافيا السورية منذ اليوم الأول من الاحتلال. بدأ المحتل التركي بالتغيير الديموغرافي وتغيير هوية المنطقة التاريخية والديموغرافية عبر تهجير سكانها قصرا ومحو الصبغة الكردية عنها، والتي كانت تعرف بتشاي كورمينج حتى في الخرائط العثمانية، وكذلك بالتغيير الديني في القرى الإيزيدية وبناء جوامع فيها وتدمير وتخريب المزارات الإيزيدية التي تعود بتاريخها لآلاف السنين حتى قبور أجدادنا نبتسم من ركزهم. فمنذ حوالي الشهر وفي ليلة عيد الإيزيدي في قرية باصوفان من ناحية شيراوا تجديدا دمروا شواهد قبور آبائنا وأجدادنا عبر هذه الأفعال الجارية خلال 5 سنوات الماضية، تظهر كيف أن حكومة العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان يحملون الحقد والبغض ضد الكرد عامة واليزيديين خاصة، فحتى الحجر أصبح هدفا لحقدهم الأسود. خلال 5 سنوات استطعنا توثيق بعض من انتهاكات دولة الاحتلال والفصائل التابعة لها بحق الكرد واليزيديين، نظرا لشح المعلومات من الداخل بسبب خوف من يتواجد هناك من التواصل معنا، وهي كالتالي: 1 حالات القتل العمد، 9 وكذلك السبب في وفاة 11 شخصا من عائلة واحدة نتيجة هربهم من عفرين عند الاجتياح وتفجير لغم سيارتهم واستشهادهم جميعا، 2 حالات الخطف والاعتقال القاصي تحت حجج واهية وفرض الفدية من 108 شخص.